مسرورة بوجودي خاصة بالتكريم الخاص اللي كان اليوم من طرف الجامعة الجزائر 3 بصفة عامة وبصفة خاصة من معهد العلوم التربية البدنية والرياضية. نشكر كل الإداريين والأساتذة والعمال وكذلك الطلبة من أصدقاء وزملاء الذين أتممنا معهم عام دراسي جيد، ونرجو أنه نكون بين الطلبة الذين يتحصلون على شهادة الدكتوراه، وإن شاء الله نحقوا نرفضوا راية البلاد في المحافل الدولية إن شاء الله. حيي جميع الطلبة اللي قاموا بمجهودات كبيرة هذه السنة، لخاصة للمتفوقين، نتمنى لهم يعني كل التوفيق في الحياة المهنية نتاعهم. أما الرياضيين اللي شاركوا في البطولات الرياضية، هذا يبين قيمة الرياضة على المستوى الوطني وعلى مستوى الحركة الرياضية، وإن شاء الله يكونوا خزان لمختلف الجمعيات الرياضية.